انت ايه اللي موترك دلوقتي؟ المفروض تكون مبسوط، مش بتقول انها عاجباك؟ هي عجباني بشكل، دي خطيرة. يا سلام. بس انا في مليون حاجة موتراني دلوقتي. اولا انا مش عارف هي بتبصلي ازاي، يعني شايفاني ازاي. مادام كانت مخطوبة قبل كده يبقى اكيد ما بتدورش على صحوبية مثلا. طب والوزيرة يا نصحة؟ انا مش عارف لغاية دلوقتي رد فعلها هيكون ايه، ده ممكن تقلب الدنيا اصلا. بص بقى، انت من اول ما شفت البنت دي وانت هتموت وتكلمها، وهي اللي كلمتك وعملت فيلم مخصوص عشانك، يبقى البنت دي لو هي البنت اللي تدخل معاها في علاقة رسمي اسأل عليها، ولو تمام اتقدم لها على طول. لما الماضي يظهر في حياتك مرة تانية عشان يأكد لك ان الحاضر والمستقبل ممكن يكونوا أحلى وأجمل بكتير. يلا رجالة استعدوا برا، استعدوا. مبسوطة؟ يا رب دايما تبقى مبسوطة. بس اشمعنى يعني؟ عشان بكلمك في التليفون وعشان صوتك حلو. ده ايه الكلام الخطير ده؟ بس بصراحة انا مش عارف اقولك ايه. ولا حاجة. على فكرة انا موجودة بالليل في الكلاب هاوس، يعني لو عايز تعدي تشرب معايا قهوة. خبر؟ طبعا ده شرف. ان شاء الله ان شاء الله. الارتباك اللي انا فيه ده على فكره غريب قوي، المفروض ان انا كبير عليه يعني. المهم انا فكرت كتير قوي قبل ما اجي، هل ده صح هل ده غلط؟ ما اعرفش ليه. وانت اول مره تتكلم مع بنت؟ لا اتكلمت طبعا، بس انا طول عمري ما كنتش بفكر ادخل اي علاقه، يعني لعب او هزار. تقدري تقولي ان انا مش مقتنع بفكره ان في صداقه بين راجل وست، فعشان كده يعني علاقاتي كانت قليله قوي بالبنات. غير ان انا كنت في مدرسه بنين، اتخرجت منها على كلية الشرطة على طول، فيعني علاقاتي مع البنات كلها كانت في الإنجاز عشان كده. أمال إزاي بتقول إن أنت كنت بتتكلم مع بنات يعني؟ اتكلمت مع البنات دول اللي هما بيكلمونا في التليفون عشان الشقق وعشان الفلاتر والحاجات دي يعني. فلاتر؟ أنا معرفش بصراحة بيجيبوا تليفون منين. أنا معرفش. سيلز يعني تقصد؟ سيلز. طيب هو أنت حبيت قبل كده؟ طبعا حبيت مرة واحدة في حياتي. أوكي. مرة واحدة وأنا في ثانوي، بنت الجيران، بس كان بصراحة حب خطير قوي. وأول ما رحت كلية الشرطة قعدت أول 45 يوم، رجعت لقيتها اتخطبت. ندلة قوي بصراحة. لا 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 بصراحة، لا ما تظلمهاش، هي بس ما كانتش تعرف عشان أنا ما كنتش قلت لها. وان سايدد لاف يعني. إيه؟ أنت ميح خالص في الإنجليش؟ لا طبعًا، أنا بصي أنا مش خطير في الإنجليزي، بس يعني تقدر تقولي بفك الخط يعني. I can see I will go. I go to school by bus. ايوه عارفاها طبعا. هايل I go to school by bus. ميرسي. ايه اللي ضحك في الموضوع؟ انت بتتريقي صح؟ اكيد بتريق. سوري بس يعني مش مشكله يعني. طب خليني اسالك سؤال، هو انا لو ما كنتش اتكلمت معاك يعني انت كنت هتعمل حاجة؟ بصي انا خجول، صحيح انا ظابط طول الوقت بتعرض لمواقف صعبة، بس انا عندي حياء مع البنات. بس مش باين عليك انك كده خالص. لا في الحقيقة انا كده. اوكي.
عشان كده يا دارين هانم انا مش هقدر اتكلم معاكي تاني الا بعد اذن معالي الوزيره وسياده المستشار. على فكره مش عشان شغلي، علشان مبادئي. تقصد ان احنا مش هنتكلم خالص تاني يعني؟ لا طبعا. انا بس عايز كلامنا يكون في اطار محترم. اقدر اتكلم معاكي من غير قلق ولا مشاكل. نتكلم زي ما احنا عايزين يعني. بصي انا اللي مش هرضاه لاختي مروه مش هرضاه عليكي. انا صعيدي شويه. وانا مش فاهمه انت فهمت ايه بالظبط يعني؟ على فكره يعني انا مش بقول نتصاحب لان انا لا عمري صاحبت ولا عمري هصاحب، تمام؟ على فكره انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده. انا بس بقول ان الصداقه انا شايفه انه كلام خلص لحد هنا وانا لازم اروح. على اذنك. اه طبعا نيلت الدنيا، حسستها انك معقد وقفل، ولو كانت معجبه بيك اصلا خلاص كده قفلت خالص. انا عارف ان انا مدب، عارف. طب ايه الحل دلوقتي؟ ايه العمل؟ ما هو برضه مش هينفع تكلمها فجأة وتقول لها أنا اتغيرت بقيت باد بوي يلا نتقابل. يا سلام عليك يا سيف لما بتتصرف من دماغك. اهدي بس. بصي هي دارين مش بتاعة الصحوبية والكلام الفاضي ده. هي بس عايزانا نبقى أصدقاء. بس أنت عارفة إن أنا ماليش في الكلام ده. بس في نفس الوقت مش عارف أعمل إيه. اتفضلي دبريني يا ستي. طب أنا جاتلي فكرة. اتفضلي. كلمها وقول لها إنك عايز تشوفها بس هتجيب أختك معاك. ايوه ما هو كده نبقى ضربنا عصفورين بحجر، منها صلحنا الموقف ومنها انا اتعرفت عليها. اه عشان لما تنيل الدنيا نضف انا وراك. حبيبي يا ميرو انت، امال انا بموت فيكي ليه؟ حبيبي يا سيب. يعني عايزه اقول لك ان انا اول مره في حياتي اتشد لحد كده، ابقى احس ان انا اللي عايزه اكلمه، فاهمه؟ يعني دي عمرها ما حصلت. يا بنتي انت مش فاهمه، اول ما شافك رجع قال لي ايه؟ ده قال لي انا بحب. على طول كده؟ اه على طول. سيف ده أطيب بني آدم ممكن تقابليه في الدنيا، طيب قوي وأمين كده. مش بقولك كده عشان هو أخويا خالص، بس هو فعلاً مش شبه الناس اللي أنا بشوفهم دلوقتي. يعني اللي في قلبه على لسانه ملوش في اللف ولا الدوران. بصي خدي رقم تليفوني وأنا أقولك أوله من الآخر. لا لا تليفون إيه؟ أنت تجيلي تقعدي معايا أعرفك على صاحبتي الأنتين دينا ونقعد نرغي بقى براحتنا. موافقة جداً. أنت فين كل ده؟ إيه الأخبار؟ تمام. هو انت على طول مشغول كده؟ ما هو انا مع معالي الوزيره، فطول ما هي بره البيت انا لازم اكون معاها. فاهمه حاجه؟ هحاول. يعني ما بتاخدش اجازات؟ ما بتسافرش يعني؟ لا ازاي بيسافر وبياخد اجازات وبني ادم طبيعي خالص. بالظبط كده زي ما قالت مروه، بني ادم طبيعي خالص. بس هي ليه؟ يعني من اول ما قعدنا وانت تليفون تليفون تليفون، يعني حساك ما قعدتش معانا اصلا، مش فاضي يعني خالص. ما انا قاعد عادي جدا اهو، مفيش مشاكل يعني، بني ادم طبيعي. بس هي عارفه ظروف شغلي بس بتحتم عليا شويه حاجات كده بتاخد من وقت كتير. بس هو لما بياخد اجازه بتبقى طويله، مش كده ولا ايه يا سيف؟